الطالبة قلسم جهان محمود شاحن، الطالبة إسلام ياسين عبد أبو لبه، الطالبة شاهد بهاء الدين أحمد طارق، الطالبة ماجدة محمود محمد البارك. هذا المركز تأسس من 41 عام، هدفه تدريب وتأهيل الطلاب المتسربين من المدارس من الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة. هذا المركز فيه 4 أقسام، وهي الإحدادي والنجارة والتجميل والخياطة. طبعا يعمل بشكل دؤوب على مدار عامين من التأهيل والتدريب من أجل إعداد هذه الدفعة لإطلاقهم للمجتمع، من أجل دمجهم في سوق العمل. عندما يندمج في سوق العمل يصبح قادر على فتح بيت وعلى مساعدة أسرته أفضل من المساعدة من هنا أو من هناك. حاليا سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي هي صارت وزارة التنمية الاجتماعية، انتقلت من الإغاثة إلى التنمية، بمعنى إعادة تأهيل الأشخاص ودمجهم في المجتمع في سوق العمل ضمن برنامج محدد لمدة عامين من التدريب والتأهيل، ويتم متابعتهم فيما بعد في سوق العمل من أجل دمجهم في المجتمع وسوق العمل. أنا أريج سيام من ارتاح، درست في مركز تأهيل الشبيبة في طول كرم، تعلمت سنتين تجميل واستفدنا كثير من هذه المهنة، ونشكر الأساتذة كثير على المهنة اللي أعطونا إياها والمركز ودائرة الشؤون، ونتمنى أنه نكمل مرحلة أكبر.